السلام عليكم، معكم الكوتش طارق المليح. يوم جديد، مرحبا بكم، حركه جداد. كما عودناكم ديما التسخينات، ديما الاحماءات، كنسخن من الفوق لتحت، كنسخن الجسم ديالي قبل ما ندير اي حاجه. اليوم غنديروا واحد التحدي جديد بالنسبه لكم، اللي غنخدموا فيه الجسم كامل، وغنخدموا هاد العضله ديال التريسبس، هاد العضله اللي وراء الذراع هنا، اللي كتكون مشكله عند بزاف العيالات، كيكون ارتخاء هنا وحتى الرجال، لان الخدمه كيخدموش بحال هكا. غنجي كنكون سخنت مزيان، غنجي في هذه الوضعيه هذه بحال هكذا. شوف يدي بحال هكذا، وكنهبط وكنطلع وكنقيس، كنهبط هنا، الجسم ديالي كامل كيتخدم كما كتلاحظوا، كنبقى على الرجل والايد كنقيس. هاد الحركات هادو كاملين كيخدموا الجسم ديالي. هذه غنديرها مدة دقيقة وانا خدام بحال ما كتشوفوني دابا، غنرتاح 30 ثانية وغنعاودها خمسة المرات وانا كنخدم بحال هكا. من بعد غندوز تحدي واحد اخر جديد هنا، اكاد خبات نهز اليمنى واليسرى، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، ونعاودها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. غنعاودها دقيقة، 10 10، نعاودها دقيقة دقيقة، 5 المرات، ترتاح 30 ثانية. وبذلك شوفوا أنا تجهدت، لأن كتخدم لو كور كامل. بذلك غنكون نهيت الحصة ديالي كاملة فيها جوج تحديات. كنتمنى لكم الصحة والعافية. موعدنا في حلقة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.